دفعت تداعيات فيروس كورونا آلاف المطاعم الشعبية إلى الإغلاق، فيما لجأ بعضها إلى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار. وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فإن أكثر من 2000 مطعم أغلق خلال الفترة الماضية، وما يزيد عن 15% توجه نحو ضريبة المبيعات من أصل 20,000 مطعم عاملة. وترى النقابة أن رفع أسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10% يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها. للحديث أكثر ينضم إلينا سيد عمر عواد، نقيب أصحاب المطاعم والحلويات. سيد عمر، أهلا وسهلا بك. إذا كان لك أن تزودنا بداية ببعض التفاصيل حول أبرز التحديات التي تواجهها هذه المطاعم الشعبية والمطالبة بالانتقال إلى شريحة أخرى. أول شيء الله يسعد مساك أنت والسادة المستمعين والمشاهدين جميعا. ست الكريمة، إحنا ناشدنا الحكومة بالفترة السابقة وقلنا لهم للارتفاع الأسعار صارت بطريقة لا تطاق. يعني مثلا طن الحمص اللي كانت 300 دينار، انا بدي احكي على طول وابسط الامور مشان المشاهد تفضل يستوعب ما بحكي. عرفتي؟ كان طن الحمص مثلا 300 دينار صار 800 و900 دينار، كانت تنكه الزيت القلي كانت 14 و15 دينار طلعت ل 23 و24، كانت الدجاج المسحب اللي هو بنعمل منه شاورما كان الكيلو بليرتين ليرتين وربع ارتفع ل 260 ليرتين 3 ليرات 60، 3 ليرات و75. اجتمعنا مع معالي وزير الصناعه والتجاره السابقه الله يسهل عليها، عرفت، وحاول قالت ان شاء الله تعالى بنلاقي اليه اللي تحل هاي المشكله. ومع الاسف الشديد طلعت بيان اخر شيء بتقول لك انه المستهلك لا ما بيقدر يتحمل هال 5% او ال 10%. قلنا لها ما في ارتفاعات عالميه، بتقول انا مقدر للتجار انه فعلا ارتفع الاسعار عالميا وارتفع اجور الشحن في الاردن، بتقول هذا الحكي احنا بنعرفه، عرفت، وما بنقدرش نقول للتجار ما يرفعوش سعرهم، بس انتم بدكم تتحملوا لانه المواطن ما بيقدرش يتحمل. هلا مقابل هذا الحكي ستي الكريمه، عرفتي، هلا المطعم الشعبي اللي كان يبيع سندويش الفلافل ب 30 و35 قرش لما تحول على الفئه اللي بتدفع ضريبه صار يبيعها ب 70 قرش. سندويش الشاورما كنا طالبين فيها ارتفاع 5 قروش بالضبط، لما تحول للفئه السياحيه عرفتي صار يبيعها بدينار و10. سعر الدجاج كان بالفتره السابقه بدينار دينار و20 قرش، ارتفع لدينارين و60 دينارين و80 قرش. عرفتي؟ لما طبعا الوزاره ما رضت ترفع لنا ربع ليره للسعر، يصير بدل 4.25 تصير 4.5، لما تحول للسياحي صار يبيع حتى 8.5 و9. هلا هي بتحكي عن حمايه المواطن، بس انا المواطن اللي حميتيه، يعني اربع حبات فلافل بالمطعم الشعبي بنبيعه ببريزه، المطعم اللي بدفع ضريبه قاعد ببيع الحبه من سن ل 7 قروش، انا المواطن اللي بتحكي عنه وزاره الصناعه والتجاره اللي بدها تحميه، بالعكس هي خربت بيت المواطن، هي لو رفعت هالشرن كان ظل هذا المطعم مستمر. هلا اجينا طبعا طلع بيان من وزاره الصناعه والتجاره قبل يومين ثلاثه قالوا رايحين احنا ندرس. ما بعرف يعني هو مجرد بيان وطلع، عرفتي؟ اول شغله وزاره الصناعه والتجاره خلينا نحكيها على الهواء بكل شفافيه، بتعرف الارتفاعات من الالف للياء، وكل اي تاجر بجيب اي شغله كلياتها احصائياتها عندها، دراسه ايش اللي بتدرس يعني فيها؟ لما يرتفع مثلا الشغله عندك اذا ملح الليمون اللي كان 20 كيلو ب 17 دينار صاروا 60 دينار. أنو اللي قاعد تحكي بدك تدرس، تدرس ايش؟ ما هي واضحه، احنا اللي طالبين 5%. نعم سيد عمر، هذا الارتفاع بالاسعار الذي تشير اليه اليوم، نتحدث عن فتره زمنيه تقارب من الى متى؟ ستي هلا خلينا نحكي بعد ما فتحت القطاعات بشكل عام، خلينا نحكي من العام من بدايه العام الماضي وجاي. اول شغله كانت الفتره السابقه وقت كورونا كانت بضاعه مخزنه بالاسواق بطريقه مش معقوله، لانه كان الكل بده يغني بس ما كانش في قوه شرائيه، اضطر يبيعها بالسعر العادي. هلا لما صار الاستيراد ارتفعت اجور الشحن، هذا بتعرف عليه، ارتفعت عالميا، هذا غير قابل للنقاش، كل العالم ارتفع فيها من اجور الشحن للخلات الانتاج كامله. طب احنا خلينا نرفع هالشلل، يعني هالشلل مش راح ياثر على المستهلك، بيقول لك لا المستهلك ما بتحمله، عرفتي؟ طب ما هو صاحب المطعم بالنهايه يا قاعد بسكر يا قاعد بندان، يعني تحمل اول شهر قال لك ممكن تكون فتره عابره وبتمشي، بس مش عماله يقدر يتحمل، قاعد بيضطر يسكر او بيع محله، عرفتي؟ ونسبه عاليه منهم، يعني هلا اختي الكريمه يعني في امرقي باي شارع مطاعم بتلاقي ثلاث ارباعه معروض للبيع لانه بطل يقدر يتحمل، في ناس بيقول لك ما بدي اتجه للضريبه لانه الضريبه راح تخرب بيتي، عرفتي؟ وفي ناس قاعد بيقول لك لا ببيعه مش مشكله، الزبون اللي بيجي بدوش يجي ما بده يجي، هذه نقطه. هلا خذي هلا هذه بالنسبه للمطاعم، انا وجهه نظري هذه مصيبه كبرى والمفروض تنحل من وزاره الصناعه والتجاره. اجى معالي وزير الصناعه والتجاره جديد متفائلين فيه خير، ابن الوزاره بفهم هموم القطاع، طلبنا اجتماع طبعا لغايه الان ما جاناش جواب نهائيا، واذا احكيها على الهواء ما جاناش جواب نهائيا، عرفتي؟
دائما بدهم الشغل انه الواحد يحكي بدبلوماسيه ويمشي الامور. لا ستي، طلبنا اجتماع ولغايه الان لم تسمى، والقطاع هذا قاعد بينهار بطريقه مش معقوله. الناس لا قادره تدفع جار، لا قادره تدفع اجور، لا قادره تدفع مصاريفها. اللي راهن بيته وقال لك فتره وبتعدي مش قادر يتحمل ولا قادر يصمد. هلا هذا موضوع، خذي هلا الموضوع الاهم. هلا الموضوع الاهم ستي موضوع البيان الرقم امر الدفاع تاع 46. نعم. هذا بيان امر الدفاع 46، هذا كان كارثه كبرى على المطاعم بشكل عام، وهذا تفصل للمطاعم من اي يعني ناحيه لو سمحت اذا تكرمت بالايضاح. اوكي ستي، يعني هلا خلينا نحكي عنك انت. هلا طالع من الاستوديو بدك ساندويش ممنوع، اذا مش معك التطعيم ما بتديرش فوت تشتري محل. طب اذا بدك تفوتي على السوبر ماركت صار مسموح، اذا بدك تروح على بياع خضره مسموح، اذا بدك تروح على فرن مسموح. طب شو هالازدواجيه بالقرار؟ يعني هلا صفى اذا صاحب بيت حكى لبنته او لابنه روح تناول لي علبه حمص او صحن حمص من المحل اللي جنبي، ممنوع يفوت، بقول له جيب لك تطعيم، لانه اذا بده يغامر صاحب المطعم يبيعه مخالفته اول مره 1000 بعدين 3 بعدين 5 بعدين يغلق. طب ما هو خسران اساسا ومش الشغله مش جايبه همها معه، عرفتي؟ يعني كمان فوق الهم هم، يعني على الاقل يعمل يعني هلا بتفوتي على المخبز، عرفتي؟ ويسمح لنا فيها زملائنا بالمخابز، عرفتي؟ المخبز صار عباره عن محلات حلويات ومحل معجنات ومحل مطعم ومحل مشاوي ومحل بيعمل قدره. طب يا اخي ليش انت زحت لي المخبز واشتغلت في المطعم؟ المطعم شغل لك 350 ل 400 الف عامل، عرفتي؟ على الاقليه المفروض انه يكون اقل ما فيها الدليفري، المفروض ما يكونش خاضع لسند اللي بتحكي عنه، المفروض ما يكونش الدليفري، اذا الزبون يكون موصي على التليفون، اذا بده يوصله على جادي ولا بده يوصله على اي غرض بيتناوله يمشي، اذا معهوش سند بدي اخالفه، بدي اخرب بيته لصاحب المطعم. شوفي اول يوم لما تطبق القرار كم مشكله عملوا اصحاب المطاعم، يطلبوا بدومات، بعدين في مطاعم شعبيه صغيره باحياء، كيف بدك توظفي لها واحد موظف صحه؟ يحكي لهذا فوت وهذا ما تفوتش، بعدين يعني مش جايب هو مش مطلع له 20 ليره بالنهار، عرفتي؟ بده يشغل له واحد كمان ب 10 15 ليره، يعني برضه مش راكب. المفروض انه الحكومه تعيد نظر بقرار 46 لانه هذا مجحف. على قال لي ساوينا بالسوبر ماركت، سوينا بالفران، سوينا بالخضرجي، روح على محلات خضره بشكل عام بالاردن صارت او بعمان تحديدا، صارت عباره عن مولات الخضره. نعم، اذا نحن هنا سيد عمر قاعد بفوت الزبون يتسوق. نعم، نتحدث عن نقطتين اساسيتين، النقطة الأولى فيما يتعلق بالأسعار، كانت هناك مطالبات بزيادة 5 إلى 10 قروش على الأسعار الأساسية ومن ثم قوبل هذا الطلب بالرفض، الآن نتحدث عن الرفع إلى فئة أخرى ضمن ضريبة المبيعات وبذلك لربما تتضاعف الأسعار وتزيد يعني زيادة هائلة على معظم المنتجات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من جانب آخر نتحدث عن أوامر الدفاع التي من شأنها تخفيض البيع لأي مرار مار طريق خاصة في الأحياء الشعبية، وبهذا أنتم تطالبون بأنه لا يجب أن يطبق ولا يمكن أن يكون ساريا عليكم. صحيح ستي، ما تفضلت فيه هو صحيح. يعني هلا لما تحول المطعم السياحي اللي كان يبيع صح علبة الحمص ال 200 جرام اللي كان يبيعه بالمطعم الشعبي 55 قرش، لما تحول سياحي صار يبيعها دينار و10، السعر الجادي احنا بنبيعها بدينار 4 دنانير وربع. طلبنا احنا زياده ربع دينار عليها رغم ان ارتفع عليها ارتفع سعرها على المطعم من 160 ل 180 قرش، طلبنا ربع دينار. لما ردت الوزاره هذا الحكي اللي حول للسياحي صار يبيعها ب 8 ليرات و9 ليرات. يعني بالعكس وزاره الصناعه بدل ما تظل ماسكه الفئه الفقيره والفئه المتوسطه الناس اللي مش قادره توكل، بالعكس خربت بيتهم بطريقه القرار اللي مش مدروس، عرفتي؟ هلا هذا موضوع. هلا بالنسبه لامر الدفاع ما تفضلتي فيه صحيح، عرفتي؟ المفروض يصير في تخفيف على القيود، وهذه مطاعم شعبيه صغيره، يعني واحد بده ساندويتش فلافل او انسان او يعني كنت قبل يومين مثلا على تلفزيونكم، عرفتي؟ هل يعقل اذا بدي اعزم امي وابوي افوتهم على مطعم ما حمش لا تليفون خلوي ولا تليفون ذكي صاروا ممنوع صاروا موبوئين؟ مش معقوله برضه، عرفتي؟ يعني في مطاعم صغيره المفروض بعدين شوفي، هلا المحلات الحلويات بشكل عام بالاردن عباره عن مولات صارت، قال هدول مستثنيين، طب ليش مستثنى يا اخي؟ بدك نعم. تعمل قانون، بدك تعمل قانون على الجميع. تيجي نعم. بتحكي لابو مؤسسه الوصل مؤسسه النقل العام بيطلع فيها 80 واحد بيقعدوا الناس فوق بعض، بتقول بتسمحي له لانه مؤسسه نقل عام، اما المطعم اذا خش فيه 11 واحد على الطاوله بتسكر له محله؟ برضه مش معقوله ستي الكريمه، يعني المفروض بدنا نحكي بقانون، بدنا نحكي بموضوع، بدنا نحكي من جميع جوانبه. نعم، وهذه مطالبات ايضا من عده جهات سيد عمر، ونتمنى ان تكون وصلت هذه الرساله، سنقوم بمتابعه هذا الملف بالتحديد مجددا. شكرا جزيلا لك السيد عمر عواد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات.